الحلقة اللي فاتت مشوا 2 من فريق بيثني، فاضل 13 مشترك. أنا استحقاد، أنا مش بتيجي معايا بالحظ. بهالحلقة رح يكون في تحديين. التحدي الأول هو التحدي كنور فاين فود للفرق، والتحدي الثاني هو التحدي الفردي. خلينا نستقبل ضيفة الحلقة وهي الشيف شميشة. اسمي شميشة الشافعي، مثلي مثل أي سيدة مغربية كنحب وكنعشق الطبخ، لأنه المطبخ المغربي كيحتل جزء كبير من تراثنا. الطبخ بالنسبة لي حاجة كتساعدني، وكنكون أسعد من كنتلقى ناس يقولوا لي أنا تعلمت منك بزاف ديال الحوايج. أنا كنعشق الأكل بالنظر، نشوفه ونشمه ونستمتع به أكيد، لأنني منين كنذوقه خاصو يعطيني متعة. فأنا أحياناً اللي كنذوق بعض الأكلات تقريباً جيب لي دموع في عيني من كثر أنها تكون لذيذة. لبيت دعوة البرنامج لأنه بالنسبة لي مسابقات من هذا النوع جد مفيدة للمشاركين والناس اللي كيقرروا أنهم يعملوا من الطبخ المستقبل ديالهم. وجود شافات من جنسيات مختلفة تخلي ذوقنا يتفتح على نكهات أخرى وعلى كل المطابخ. كنتمنى أنكم تشاهدوا برنامج The Test وتستمتعوا به. مساء الخير. ضيفة اليوم الشيف شميشة، أتمنى أن هي تكون معنا في التحدي الفردي لأن عندها خبرة كبيرة في الطبخ المغربي، وأنا وايد أحب الطبخ المغربي. أهلا بك شيف شميشة. شكراً، نورتي مصر. حضرتك دلوقتي لازم توضحي لهم النهاردة إيه موضوع الحلقة عشان يعرفوا كويس قوي إحنا النهاردة هيطبخوا إيه. موضوع الحلقة هو آخر دقيقة، وأكيد أنه كل من أفراد لجنة التحكيم وكذلك المشاركين عندكم طريقتكم الخاصة على فكرة الموضوع وكيفية تطبيقها. الله يعاونكم. أول ما عرفت إيش اسم التشالنج بصراحة ما كنت بعالم آخر، إنه أوكي آخر دقيقة بس أنا بآخر العالم مش عارفة شو بدي أعمل. اليوم موضوع الحلقة آخر دقيقة. أخيراً صار عندنا فرصة إن إحنا نطبخ شيء سيمبل وما يكون معقد. أنا بالنسبة لي ده الشيء هو البيض، سهل في كذا طريقة. فأنا اليوم حسوي لكم سكرامبلد إيج بالسموك تال. أنا كتير حبيت فكرة البيض بس ما بعرف، رغم إنها كتير سهلة التحدي بس أنا مستصعبته. النظافة أولاً وأخيراً. أول شيء حقطع شوية من السالمون أحسن. أنا ما أحبه صغير، أحب دائماً يكون طعمه قوي. وبعدين هو بس بيض وسالمون، فلازم على الاقل طعم البيض والسالمون يكون متوازن. انتوا بالنسبه لكم ايش يجي في بالكم على طول لما يكون اخر دقيقه؟ حسب اللي موجود في الثلاجة. من الناحيه الاحترافيه هذا الموضوع حلو عشان تقدر تشوف من جد مين يقدر يشتغل تحت الضغط ومين لا، مين الشيف ومين لا. هبدا بالزبده، زودت الفلفل شوي عشان يكسر ملوحه السالمون. تدين الكريمة، شوية كريمة، ملعقة تقريبا. السالمون أبغى أخلطه جوا مع البيض، بس طبعا أضيفه آخر شيء عشان لا ينطبخ. هذا طبعا شبت، هذا مع السالمون دائما يفوز. أنا دائما لما أنت بتخلص الطبق طبعاً تحط الأشياء فوق عشان لا يتوسخ الصحن، بعدين تنقولي على الصحن حقهم عشان دحين شوفي قديش وسخنا، فلو قدمناه كده مهما قديش نظفتي ما ينضف. اليوم رح أعملكم أكلة كتير كتير بسيطة، وهي باستا مع البطرخ. تاخد 10 دقايق تطبخ المعكروني، وبهالعشر دقايق عندك وقت تقص البطرخ وتزبطه وتكله. بدأ ماكسيموم 10 دقايق تنطبخ. شايفة أنيسة مسهلة علينا الموضوع إن هي جايبة لنا مكرونة. أنا ما كنتش حاسس إن إحنا ممكن نكسب فيها يعني، ولا حتى مركز ثاني أو ثالث. إذا بدكم تستعملوا هالمعكروني بدكم تفكروا كيف تقدموها.
مين بده يدوق؟ سيبي حالك انت الضيف وبتحكمي. حلوة. هلا بدي اياكم تفكروا عندكم نص ساعة، والله يساعدكم اذا ما رح تطلعوني ملعقة نربح فيها ونبهر الضيف تبعنا ونقيه بالمركز الاول. نص ساعة انا بالنسبة لي كانت صدمة كبيرة في ان احنا ازاي نبقى احنا اللي نمتلك الوقت، مش الوقت هو اللي يمتلكنا. شو جلال انت حياتك اليوم مش مرتاح ابدا. انا شايف ان الموضوع الفكرة سهلة لكن تنفيذها ان احنا نكسب مركز اول صعب. جلال ضحك جو يلا. ايه الاكل اللي ممكن تخلي كل الناس دي كلها تعمل اكل بسرعة وتاكله على السريع؟ الاكلات هذوما بتاع اخر دقيقة ياكلهم بسرعة، معناه ما يقعدش فيهم برشا. حتة لحمة مفرومة وتمشي كفتة. بالنسبة لنا اللحمة مفرومة حاجة سهلة وبدخلها في كذا أكلة. أول حاجة زي ما اتفقنا بنجيب نص كيلو لحمة مفرومة قدامه بصلية واحدة مبشورة غير مية، شكلها كده مبشور بس أنا من وجهة نظري ومن نظرتي ليها لسه فيها مية. أهي دي المية، لو حطيت المية دي أو حطيت زيت أي مادة دهنية أو مادة سائلة في اللحم المفروم الطبيعي لازم تفك حتى لو أنت عاملها كلها دهن. فبعمل إيه بقى؟ بصفيها كويس جدا وأبدأ كمان أعمل كده أهو. دي مية كتيرة جدا، لو دخلت جوه الكفتة أكيد هتفك. ودي حبة ملح، فلفل أسمر أول الكلام قبل أي بهارات. خلطة الكفتة بتاعت كنور فاين فودز هتديني طعم كويس جدا وهتكمل أي بهار ناقص عندي في الكفتة دي بالذات. حط عندي حسب الرغبة معلقة ثوم، حلو الكلام، بسيط قوي من جوزة الطيب، هنا حبة وهنا حبة. خلينا نشم ريحة اللحمة، هي ريحتها جايه لي وانا واقفه. شم ريحه اللحمه كده، ريحتها طالعه. شوفوا ايه سري. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هعمل كده كوره عاديه جدا، هزودها شويه واكبرها عشان لما تخش الصينيه او تخش الفرن ما تبقاش معايا هتكش شويه. هتكش حاجه رخيصه وهو ده المطلوب. انا دايما بحب اعمل اكلي يكون متوفر في كل ايد الناس. دخل دي الفرن، درجة الحرارة بنتكلم من 150 ل 170 ماكسيمم 15 20 دقيقة وتطلع معايا كفتة بالجوز بتاعها. لاحظ وخد بالك ان ما حطيناش فيها معلقة دهن او زيت. او 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 وهي دي الكفتة بعد التسوية يا جماعة، والشكل باين والأداء موجود والخطة نجحت بالشكل المطلوب. اليوم رح فرجيكم طبق انا عادة بحضره بالبيت لما أكون مستعجلة وما عندي وقت وما عندي كتير إشياء موجودة بالبراد، يعني بسيط جداً بس طعمته كتير طيبة. الموضوع بسطني قوي لأنه دايماً بنواجه المشكلة دي إن إحنا بنرجع من الشغل تعبانين بناكل أي حاجة. اليوم بس رح نستعمل هالمقلاية ورح حمر فيها البصل اللي مفروم، رح نزيد عليه شوية صلصة البندورة. الزبدة بتزيد طعمه كتير حلوة. شوية ثوم مفروم والسبانخ مثل ما بتعرفوا ما بده كتير وقت، يعني إذا بنزيده مع الثوم الثوم ما بيحترق والسبانخ ما بيحترقه، بدنا نزيدهم آخر تكة ما فينا حطهم بالأول. أنا ما فرمتهم لأنه بيعطوا شكل أحلى لأنه كتير بيدبلوا أصلاً ما بدهم كتير وقت. الديمو اللي عملته أنا بيه تاني عجبني، كان جديد وحلو وأنا فكرت إن أنا أستوحي منه وصفتي. هلأ بدنا نشيل البيضة بسرعة كلو ونسوها منكم. بينك وبين البشر حلو قوي. او ماي جاد. الحين حيصير دوركم، ابغاكم كلكم تشدوا حالكم، ابى فريق يفوز ثاني وثالث ورابع وخامس، بس اليوم عندي ليكم مفاجاه صغيره. عندكم بس 30 دقيقه. نص ساعه بتبتدي هلا. 3 2 1 يلا. يلا يا أستاذة خلصي انجزي بسرعة بسرعة.
بسرعة لا تشغلوا لي كأنكم كده أموات بسرعة. يس شيف. قول لي هتطبخ النهاردة. بس نطبخ هذي بصل وبندورة وفلفل شيف معهم صلصة طماطم وفوقهم الكفتة. صلصة طماطم متسبكة. هاي. مش فريش. هاي. ماشي الكلام؟ ماشي يا شيف. بتعملي يا عبير؟ أنا هعمل كرات لحمة محشية بشوية خضروات كده وعيش وسلطات. حطي لها جبنة بالنص خليها تبقى أوكي. أحسن. أوكي. هعمل كفتة سندوتش كفتة. السمعة. سندوتش كفتة. سندوتش كفتة. أه. أدي الطحينة بتاعتي. بإيه؟ بالعيش البلدي بتاعي. طب يلا. انت بتلف حوالي نفسك ليه؟ انا مش بلف حوالي شايف بجهز حاجتي بس. حاجتك ايه اللي جهزته؟ قطعت حبه عيش وحطيت زبده. العيش ربع ساعه مالك؟ العيش اهو انت احنا عاملها ايه؟ طب انجز طيب. احنا معانا النهارده 30 دقيقه مش ساعه. تقلقش 30 دقيقه. ومره واحده بقت نص الوقت طبعا ده وترني. الحاجه اللي كنت بعملها في ساعه دلوقتي هعملها في نص ساعه. ايه ده؟ ده الفلفل شايف. انا عارف ان هو فلفل. مش حاجه جديده. ايه هو بقى هتعمل بيه الفلفل؟ احنا مش مسويه مع البصل والبندوره شيف. شيل الابيض ده خالص. اي شيف. اي ابيض مش عايزه. خليك في المفروم الناعم قوي مش باين في الطبق. مش عايز احتار اللي جوه. شميها تاني كده. ريحتها حلوه. بالنسبه لك انت. واثق ان ده هيبقى كريسبي؟ ورهوني. ماشي. اه بيعصب على هو حد عصبي جدا. تركه تركه تركه. ياسمين مش بتزق نفسها ان هي تطور نفسها. بدك تستعجلي لانه ياسمين سابقتك اليوم. روان وفاطمه لازم انتوا اكثر شيء تشدوا حيلكم. بالنسبه لي اللي غادي يجي في المرتبه الاولى واللي عجبني بزاف ايه ده؟ هذا الفلفل شيف. انا عارف ان هو فلفل. انت ما قلتليش حاجه جديده. ايه هو بقى هتعمل بيه الفلفل؟ احنا مش مسويه مع البصل والبندوره شيف. شيل الابيض ده خالص. هاي شيف. اي ابيض مش عايزه. خليك في المفروم الناعم قوي مش باين في الطبق. مش عايز احتار ايه اللي جوه. شميها تاني كده. ريحتها حلوه. بالنسبه لك انت. هو بيحب الشغل تحت ستريس وضغط. انا بحب الشغل على الهادي. اوكي اديني نصايحك واديني تعليماتك وسيبني اشتغل. شايف علاء دايما بيدي نصيحه عايزها قبل ما هو يقول النصيحه اكون انا طبقتها. انا مش متعوده على الاسلوب ده. وانا هما بيشتغلوا لسه في بدايه الطبخه بعرف هما بيعملوا ايه. فمن هنا بعرف التيست وهو شغال. يعني انت واثق ان ده هيبقى كريسبي؟ انا كده كده هجيب. انا بسالك سؤال. واثق ان ده هيبقى كريسبي؟ ورهوني. ماشي. لما الشيف علاء بيساعدنا في تحدي الفرق بالستريس وبالضغط اللي بيعمله علينا انا بدات احس ان هو مش ايجابي اكتر منه ما هو سلبي. مطفيه. انت شغال على نار مطفيه يا بيه. كنت شغاله يا شيف. كانت ولعه. كل تحدي في رقي يبدا يوتر فينا يعني اكثر من لازم. يعني عدى 10 دقايق فاضل لكم اقل من 3 ساعه. مش عارف ايه اللي بيحصل. مش عارف. الحكام الاخرين ما تسمعش صوتهم. العب 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 العب. ما بيعصب على علاء بيعصب من اول ما بيبداوا هما بيعصب بيوترني يعني انا بكره الصوت العالي هو بيوترني جدا بس بصراحه انا يعني الحمد لله ان انا مش في فريق الشيف علاء. انا مو بعرف شو بيعمل عرق مع فريقه بس دايما بضل يصرخ وعيط اذا هن عندهم قدره رح يبلشوا يرتبكوا وما يعرفوا يطبخوا. عايز اي مساعده؟ تفضل. يعني انا ساعدك. انا ساعدك يا فندم. عليه بالريحان، عليه بالحبة ملح صغيرين أو حبة جبنة. علاء خدي. هات زيت زيتون. هات زيت زيتون. لا ليه؟ فضل. لا ليه؟ لا اسمعي بالك عليه. هو حد عصبي جدا في قلب المطبخ بيصير توتر اللي حواليه. أنت خلاص خلصت؟ آخرك حاجة الريحان والجبنة المزرقة. البارميزان. تركو تركو تركو. هعمل النهارده مكرونه. اها. اوكي. هعملها مع السافرون صوص. وهعملها مع السي فود الكلامز. وهحشي المكرونه مع المشروم مع الترافل اويل وهحط المكرونه في قلب دي. انا ما بحب الترافل اويل ابدا. بس انا اعتقد ان الحكم هو اللي هيدوس. هيتعجب. اوكي. ما بيحب يعترف بخطأه. اقدر اقول لك ان المعلقه بتاعتي هي اللي هتطلع. ان شاء الله. انا اعتقد ان شغلي انا كشيف هو المفضل عند شيف انيسه. خميس عمل شغلة حلوة. عمل سن العصفور
نقعه كانه بميه الحبق. هاخد شريم سوتيه مع التشيري توميتو مع برمزان تشيز اون ذا توب، وان شاء الله انه تكون المعلقه تبعتي تنال اعجابك وتختاريها. اها شايفه خضره هون، انا حامل باستا مع خضره سوتيه وشريم. رح تلحق؟ ايه اكيد. عندكم كريكم عندكم كثير سبب حالكم حلو هيك. ياسمين اذا رح تستعمل السلق استعملي له العرق بس فريمي ناعم ناعم اطلع طيب. شو اللي عم بتحضري اليوم؟ هعمل سلق مع السبانخ واحط ليمون وثوم، هكسر عين الجمل وهعمل كوتينج للسلق. اوكي بسرعه بسرعه بسرعه. ايه انا كثير فخوره من ماريجو وكثير حبيت انه استعملت الفكره الاساسيه اللي انا قدمت لهم اياها اليوم. ياسمين ياسمين وين رحتي؟ شو اللي عم بتحضري اليوم خبريني؟ هعمل اومليت بيض وبالسبانخ والمشروم والبصل واحط فلفل مجفف واجبان، هيبقى طعمه حلو معاهم ان الله راد. بنشوف على ناس الفاهيتا عم بحس هيدا، بس شلنا التورتيه وحطينا لها البيضه. زيت الفكره دايما بس بتغير الغلاف. ما بقتش عايزه اخاطر وان انا جازف واعمل حاجه جديده. بلشي بطبخ البصل بعدين زيدي له هول، ما بدهم شيء، بدهم اخر تكه هول اخر دقيقه بتزيديهم. ياسمين مش بتزق نفسها ان هي تطور نفسها وزنقه نفسها في حته انه كده كويس وخلاص. اه ما انا هبدا ايدك مش هيك انتبهي. مفيش انا بفتح لك يلا. ما عندك غير 25 دقيقه. معظم الوقت فيتها معايا انتقادات يعني، وانا شغاله في طبق اساسا سهل يعني، كان ممكن يخلص على طول من غير يعني من غير ضغط عليا او من غير انتقادات ليا. شاي بدك تستعجلي لانه ياسمين سابقتك اليوم والما راح ينقله على هالنار. لا الحقوا عندنا 20 دقيقه. التحدي ما بيني انا وياسمين معنينا في نفس الفريق قوي لانه دايما بنحاول نثبت مين احسن من الثاني. بصلي بصل اتحرق؟ ايه ما علي يلا بس اوكي. وبلش اقليه هاي بلش اقليها. بدك ملحتي شي؟ ملحتي البصل؟ لا. ماريجو بدك تشتغلي بشكل اسرع. يلا رح تاخرينا. بدنا نربح اليوم، ما فينا هيك. تحدي اليوم بالمطبخ في حماس بس بنفس الوقت كمان كان في شوية صعوبة لأنه عم نشتغل بنص الوقت. ماريجو عم بتضيع وقت عجلة هون. شو عم بيصير؟ ايش حتسوي؟ الحين بجهز الحشوة. أوكي. بعدين الفرنش توست وآخر شي السوس. أهم شيء عندي إنه ضيفة الحلقة مغربية فأحسها مائلة أكثر للأكل الفرنسي، فكنت حابهم كلهم يروحوا على الطريقة الفرنسية. اليوم روان وفاطمة لازم أنتوا أكثر شيء تشدوا حيلكم، أباكم على الأقل تطلعوا أحسن شيء. طيب؟ يس شيف. إيش حتسوي روان؟ رح أعمل طبقات من الفريش موتزاريلا من صفاري البيض. ما يبغى لها كل ده، ما يبغى لها كل ده، كده كده كده. اسرع من السرعه كده، البيض بسرعه ما يبغى لها فتاكه باليد لو ما تقدري. لا تسوي لي زي الاموات عشان نخلص بسرعه 30 دقيقه كلها. يس شيف. يعني انا اليوم ما كنت مبسوطه، يعني كنت شوي متوتره. لو علي يكون كل حلقات 30 دقيقه، حاسه كل احد بيسوي من قلبه اكثر واكثر. محمد ايش حتسوي اليوم؟ النهارده هعمل بوش ديج مع التركون صوص. اوكي يلا شد حيلك. ايش حتسوي؟ لحظه عم بعمل بيض، رح اعمل كريم مع نتفه روكفور و أوكي. وحبق ورجع زي كده. حتسيبها زي ما هي؟ لا اكيد بدي اقشرها. لا 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 ما عجبتني كده، ما ابغى شيء طالع. عاجبيني فكرتين، فكره فاطمه حاساها اكثر واحده فهمت الاكل الفرنسي. روان حلوه مره فكرتها بس ايطاليه، بس خلينا نشوف حناخد ملعقه اثنين. وانا حاسس ان الشيف منى مش عايزه تزعل بقيه الفريق، عايزه تدي كل واحد فرصته. لسه 20 دقيقه، ركز، ارجع كبالي دور كبالي دور كبالي دور، شكلهم بطال. إذا ما أنتوا قد الاختراع لا تخترعوا، سووا الأشياء اللي تعرفوها. أنا ما عندي أبداً أي مشكلة مع شيف منى، بس هي مات كمان إنه تحت الضغط كل واحد بيتصرف بطريقة معينة. يلا شدي حالك عشان أختارك اليوم. إن شاء الله. والله اليوم فاطمة طالع منها. أخيراً. بعد 19 دقيقة وصراحة ما مش عارفة وين أنا، شو عم بعمل. هنا الفن كله الإبداع.
شكرا يا شيف. الشيف منى بتقدر تقيم شغلنا كويس، بتفيدنا بنصايحها وانا مبسوط ان انا شغال معاها. ما اعرف اذا كلكم بتطلعوا في الساعه ولا لا، بس باقي 18 دقيقه كل واحد يشوت حاله. اليوم ما في وقت حق الروقان، نشتغل بسرعه. بقى لي 15 دقيقه وخلصت. طيبه حدا بيحب يدوق؟ أنيسة قاعدة في المطبخ يا أنيسة. يلا ما تروح تشوفي مطبخك تلاقيه فيه له كارثة. حد يجي يقول باستا يقول يا ناقصها حاجة؟ ملعقة نيرة كتير كتير بسيطة. ملح. الملح بتاعها مظبوط جدا على فكرة. اليوم أنا ماني راضي على أي ملعقة عملوها فريقي. 7 دقايق باقي بسرعة شدوا لحالكم. ما حتحط بيض فوقه؟ في بيض. لا جواه بس؟ لا لازم بيض فوقه. نسوي بسرعة بيض عيون، بيض عيون صغيرة. دقيقتين فاطمة ومحمد ركزوا عشان لازم نقرر أي ملعقة حتطلع. ما في ملح أبداً، ما في ملح يا جماعة. اليوم روان مبدعة. عنا دقيقة وبدنا ندوق. يلا ياسمين شو ناطرة؟ جيبي ملعقة وتعي تندوق. دوقي هاي تعالى. ماري انت دوقتي؟ صدمت من طبق ياسمين، لانه ياسمين زنقه نفسها في كورنر الفاهيتا او البصل او فلفل الوان. حسيتي باتني محتاج الجرأه اكتر. ياسمين بدها تخاطر شوي زياده، يعني انا صرت اعرف اذا عم باكل شيء بيشبه الفاهيتا كون مقدمته ياسمين. اقعدي انت رايحه جايه في المطبخ، رايحه جايه. انا خلصت. امال فين اللي انت خلصتيه؟ لما انت خلصتي خلاص هغرق ومكانك لسه وسخ ولسه حاجه ما طلعتش. هينظفي امتى؟ بكره احمد. تعملي كده منيح. انت كيفك انت؟ لا نو حطي بقى التورتيلا يلا بسرعه. طب يلا خدي بالك عشان ما تحرقش. ما حسيتهاش طيبه اللحمه، قلت لها هي طيبه. انا حبيت نتفادى الكلام الزايد وعبير تقعد تتكلم برشا يعني في الطبخ ومش تزيد توترني اكتر. ونعرض دين النبي غطي عليها عشان تستوي. 34 ثانيه. احنا خلصنا، اللي بده مساعده فريق الشيف انيسه جاهز يجي يساعد. ولا ملع منه النشا، بس لازم نقي وحده. انت خميس تعرف شو بتعمل، دايما بتحط شيء اكثر ما لازم. البندوره المجففه كان فيها زياده، بس طعمه كثير قويه وكثير طيبه. سان دراي توميتو الاسيد اللي فيها اعلى من البزر. جلال كان غيران من خميس. جلال هو طلع بهالمره وما قدرنا نفوز. خلي حدا غيري مثلا ياخذ تشانس طعمه مختلفه بشيء ثاني انه يطلع ونشوف بركي احنا فزنا. بنروح مع خميس. خميس إذا خسرنا الحق عليك. من هالأربع الملائكة طبيت خميس يلي كانت أثبت شيء ويلي كانت معقولة تنجحنا. ملعقة ماريجو أطيب. أنا بقول ماريجو، بدنا نقدم ملعقة ماريجو. أوكي. أو إحنا من أول ما بدأنا التحدي الجماعي وتقريبا ما حدش طلع اختاريته بتاني غير ماريجو. حتى في وجود دينا وحسين ما كانتش بتختار حد غيرها. انا مش عارف بصراحه هو نقى معلقه سليم ليه، برغم ان هي فيها شغل، باين فيها شغل كبير قوي، اللي هو مش ده طبق او وصفه تخلص في نص ساعه. انا شايفه ان معلقتي كانت حلوه النهارده والشيف علاء لازم ينقيها. مين تبغى بسرعه؟ محمد صابر. محمد صابر بسرعه. محمد صابر. محمد صابر. اخترت روان. الشيف منى حابة تدي فرص للناس كلها عشان محدش يحس وإن هو شغله مش كويس، عشان تحفز الناس، بس ده ممكن يحسس إنه جاي على شغلي أنا. مرقت 30 دقيقة عن جد هيك، ما بعرف شو عملت، كيف أصلاً طلع معي السبون. بصراحة هلأ أنا قاعدة وناسية تماماً شو صار بالمطبخ، زي كأنه كان حلم وهلأ أنا عم ببلش أصحصح منه. ما بقى فينا ان احنا ما نطلع بالمرتبه الاولى، لانه عم نشتغل بجهد وعم نطلع ملاعق كتير طيبه. بتمنى ان معلقتنا تاخد مركز اول، لان لسه احنا ما تشرفناش باي ضيف في التيم بتاعنا. سعيده جدا انني نذوق هاد الاطباق اللي وجدتيه. عندي 4، كل واحد عنده قدره اكثر من ثاني، وانا عندي الخبره والحكمه والعمق وكل شيء، يعني المفروض نحن دائما نربح. غادي نبدا باول ملعقه. متوتر وخايف وبدي اياها ما تحكي اي شيء عاقل. جمبري
على لسان العصفور، الدنتي يعني النضج ممتاز، على صلصة بيستو ممتازة، طماطم مجففة كذلك جيدة، جبن بارميزان، التوازن أكثر من جيد. حسيت أنه نحن مرقتنا رح تطلع بالمركز الأول لأنه كانت المنسقة أكثر شيء ومنظرة أحلى شيء. عادي نمروا الملعقة الثانية، هذه مركبة تركيب جميل. أول شيء يعني المنظر جميل جدا، نشوفوا الآن الذوق. كثير حاسة فيه على ظهري مسؤولية كثير كبيرة، مش قادرة أطلع بعيون زملائي بالفريق لأنهم كلهم عم بيطلعوا علي نظرة أمل، بس أنا خايفة، يعني خايفة إني أخذلهم وما أكون قد هالمسؤولية. عندي توست محمص، عطيني قرمشة، عندي جبن موتزاريلا ناعم، عندي كذلك طماطم صلصة ديال بيستو. احنا مازال في النكهات البحر المتوسطية. أول مشكل الملح، مالح بزاف. الطبق كان مالحه كتير منيح، بس شف منى ما عجبها الملح، راحت آخر إشي جابت ملح البحر ورشت على المعلقة. ملعقة نفسها ما كان فيها ملح أبداً، فنحن اللي زدناه شوية، فأنا مستغربة مرة إنه هي كيف قالت مرة مالح. أنا بالنسبة لي الأكل من غير ملح ما يتاكل. ثاني مشكل عرجة البيض ناضجة أكثر من اللازم. نشوفوا الملعقة الثالثة. كنت حاسة قلبي في وداني وفي رجلي في كل حتة. طهي السلمون دقيق جدا. تعمدت أنني ما ناكلش القطعة كاملة على أساس نشوف داخل القطعة في يعني ذهن في ماء ولا ناشف. طبخ ديال سمك السلمون ممتاز وقرمشة البندق ممتاز. نشوفوا آخر ملعقة. هنا عندنا لحم. هو عبارة على شكشوكة طماطم مع فلفلة وبعدين كفتة متبلة على طريقة شرقية. طهي الكفتة مزيان. يعني الوقفة هذيك وانت تستنى في تعليق كما كيكة كانت خايبة. بالنسبة لي اللي غادي يجي في المرتبة الأولى واللي عجبني بزاف، أنا أستحق المركز الأول. ما في وحدة منكم تطلع اليوم لأنه عايزتكم تنيناتكم. أنا مرة زعلانة منكم كلكم. بحب أقول منى إنه اللي بيطلع بسرعة بينزل بسرعة. فهموني كيف؟ بالنسبة لي اللي غادي يجي في المرتبة الأولى واللي عجبني بزاف فريق أنيسة. وطلعنا بالمركز الأول دغري قال لي خميس منيح اللي قسيت علينا لأنه طلع منه نتيجة. الملاحظات تاعتها هي اللي خلتني تساعدني إنه أغير طريقتي بالطبخ. بالنسبة للملعقة الثانية تكنيكمون أو التكنيك طهي السلمون صعيبة. فريق بيثاني يعني رائع. أنا أستحق المركز الأول، حاجة حلوة أرجع بيها يعني الحلقة دي. مضمون الحلقة اللي أنا شخصياً مؤمن بيه كويس قوي إن المفروض بعمل أكل سريع. أكل السريع في كل البيوت المصرية أو البيوت العربية بالذات مش متوفر فيه السلمون، السلمون غالي. المرتبة الرابعة فريق منى. الطبق مالح يعني بزاف، مالح بزاف بزاف. ثانيا عجة البيض ما يمكن ليناش يعني ما نطلعوش عجة بيض مزيانة. وبحب أقول منى إنه اللي بيطلع بسرعة بينزل بسرعة ونحن عم نشتغل بالجهد وعم نطلع خطوة خطوة. رقم ثلاثة طيب شايف على أكيد.
زعلت لروان وزعلت للفريق وزعلت لنفسي كمان، يعني من فوز 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 لخسارة مرة واحدة ما كان حلو الإحساس. أنا بدي أقول لكم مبروك لأنه بتحدي الفرق اليوم طلعنا بالمرتبة الثانية، مع أنه برأيي كان لازم نطلع بالمرتبة الأولى، وهذا الشيء بدنا نضلنا نفكر فيه اليوم لأنه بتحدي الفردة ما في وحدة منكم تطلع اليوم لأنه عايزتكم تنيناتكم. إحنا النهاردة خدنا مركز ثالث، ده حاجة غير مقبولة، ولما إحنا ناخد مرة اثنين ومرة ثلاثة ومرة كعكة إحنا كده فاشلين، مش هنوصل لأي طريق ليه علاقة بالنجاح، الفشل باين من أوله. بالمنظر دوت أنا غير راضي، وأنا بعمل معاكم كل حاجة أنتوا شايفينها، لو بأثر مع حد بيكم في حاجة يقول لي بأثر مع حد في حاجة. أنا مرة زعلانة منكم كلكم، كيف يعني نكون أول شيء وننزل النهاية؟ فهموني كيف. هو ممكن مفيد لينا عشان انتوا اظنكم خلاص شفتوا نفسكم فظاع، يعني ما حد قدكم، فزتوا مرتين تحسبوا انكم حتفوزوا للنهايه. لا طبعا ما هي كذا الحياه. انا لو كنا طلعنا الثالث كنت قلت اوكي، بس نحن طلعنا الرابع، يعني رحنا من اول لرابع. بالذات في دي الحلقه المفروض 30 دقيقه توريني مين هو الشيف الصح، يعني ايش في النهايه ولا واحد في فريقي كان شيف حقيقي. كلكم خبصتوا الدنيا. هلا ما حسينا انه كثير خبصنا اليوم، مو يوم تتفلسفوا ابدا لانه طلعنا الاخيرين. فبليز كل واحد يحتفظ بارائه لنفسه. طيب دحين في التحدي الفردي، اصحى واحد منكم يطلع لي اسوء من العقا، والله امشي ترى، لا تضطروني اوصل لذا القرار. يمكن انا كنت قاسي عليكم اليوم، بس هالقساوي جابت نتيجه، والنتيجه يا ابني النجمة السابعة. النجمة السابعة للفريق بين سيفن ستارز. ايوه. بما انه نحن ربحنا التحدي الفرق وبالملعقة تبعيتك يا خميس، انت عندك حصانة بالتحدي الفردي، ما لازم تطبخ شيء، ومأكد انه ما راح تطلع من البرنامج. هلا انتوا ثلاثة الله يساعدكم. خميس يساعدنا. تعملوا لي جهدكم، طلعوا لي احسن ملايا. ثلاث نجوم ان شاء الله. تنطلع لنا كل واحد منكم نجمة. دلوقتي هيبتدي التحدي الفردي، موضوع الحلقة أحب أفكركم بيه، هو آخر دقيقة. كل واحد منكم حيدخل مطبخه ويحضر لنا أربع ملاعق، ونحن في النهاية حنقرر مين أصحاب الملاعق الأسوأ والأحسن بالنسبة لنا. أصحاب الملاعق الأفضل رح ياخدوا نجوم ذهبية، وأصحاب الملاعق الأسوأ رح ياخدوا نجوم حمر. وفي النهاية هنتشاور إحنا والحكام ونشوف مين هيكون موجود ومين هيغادر الحلقة. ضيفة الحلقة الشيف شميشة رح تساعد فريقي اللي ربح تحدي الفرق. نحن حنسيبكم عشان تطبخوا لنا. مبروك، صرت تستاهل الكرسي الأحمر وأخيراً. وأخيراً هالكرسي لإلي، مش وأخيراً، كل عمره لإلي رح يضل لإلي. خليها تنفعك. الأول وفي الآخر إحنا نتمنى أن كلهم ينجحوا. أنا صراحة لا، ما أتمنى أن كلهم ينجحوا. أنا أتمنى بصراحة اللي يستاهل أنه ينجح، سواء من فريقي من فريقكم من فريقي. مين الأول يكون رح يطلع من الملاعق الأفضل بفريق كل واحد؟ فيني أقول لكم إنه عندي سبع نجوم. أنت إيه بقيتي أوتيل ولا؟ ما تنسيش إن أنت عندك الفرق بتاعتك كاملين. أنا بعد عندي أربعة. نيالك. إيه مبسوطة فيهم أنا. وأنا كمان كنت مبسوطة فيهم لو كان عندي أربعة. أنا عندي إحساس النهاردة إن أنا أخد نجمة ذهبية، لأني طبق ملائم للموضوع، طبق آخر دقيقة. كل واحد عنده قدرة، بتأمل إنه يطلعوا كلتهم من الأفضل ملائقة. وبلاقي طارق كتير شاطر. طارق عنده قدرة وبينفذ. أنا رح أعمل بني
مع جبنة الماعز، برش الحامض، عسل، ماسكربون، وراح اعمل صوص طابولو، راح تكون طماط كراميل مع بالفرن او هون مع البلسميك وزيت الزيتون. طارق طبق بده وقت، يمكن انت بعيد عن الموضوع؟ لا لا، تظن انه حيكون جاهز من هنا 30 دقيقة ان شاء الله. الله يعينك. انا حاسس انه ملعقتي راح تفوز بالتحكيم، اللجنة اللي ما فيها من مكونات كثير بسيطة وبتاخذ وقت قليل. خايف شوية من الوقت، خاطر الطبخة متاعي تتطلب شوية تكنيك. اليوم اللي عم بعمل أرتشيني بولز، إتس إيطاليان ريسيبي، بيعملوها من الرز البايت بالبيت، بس بتعمل الرز كرات وبتحشي موزاريلا بتقدميه مع مارينارا. اليوم بسوي مشروم مع حشوة خضار وجبن. أعمل فراخ بالمستردة والعسل، وأستخدم جلدة الفراخ إن أنا أحمصه عشان يبقى مدي طعم مختلف شوية. يعني أنا بحب لما أدخل المطبخ أكون بوقت لحالي. اليوم مرتاح، أنا شايف عليه مش معايا، أما منيش مرتاح اللي الوقت يسر شوية، يعني نص ساعة. كل حاجة أنا مرتب لها ماشية مظبوط. لو شايف على كان موجود كان ممكن يزعل يقول لي إذا أنت عامل ده فين؟ فين اللي مش عارف ايه الكلام ده كله. بس يبقى صعب عليا طبعا اشتغل من غير بافني، لانه دايما بيبقى عندي حد انا واثقه فيه. بفضل ان انا ابقى لوحدي في المطبخ، بيبقى التركيز احسن. في عندك ميه غليانه؟ لو حبيت ضيف له شويه ميه غليانه. يلا بسرعه. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. بسرعه بسرعه. خلاص انا عملت الكسكس وهبتدي اعمل الفراخ في 5 دقائق. كل مره الوقت بيعدي بسرعه جدا والتوتر هو هو، حتى لو كنت متاكده ان الاكله بتاعتي هتاخد اقل من النص ساعه، لكن لما ببص على الساعه كل دقيقه بتعدي التوتر بيزيد اكتر وبيزيد اكتر. حاسه روحي متاخره. قربت اخلص. هسلق المكرونه واقلي الفراخ على طول. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. طارق وجلال متعودين ان هم يشتغلوا تحت ضغط. انا بالنسبه لي موضوع هوايه وحب، ولما باجي بطبخ بطبخ بروقان يعني، فموضوع الوقت ده دايما بيقلقني. يلا يلا عشان تكون معانا نجمه ذهبيه. ايوه. ولا حمراء؟ لا ان شاء الله تبقى الثالثه، السفره الثالثه. اخر مره انا اخذت الحمراء، نفسي يبقى في جنبها حاجه صفراء عشان اكسر اللون. بس حاسه ان معلقتي هتبقى من الافضل، لانه حياتي عامله حاجه مختلفه برضه عن كل الناس، زي ما انا على طول بعمل حاجه مختلفه. ما بحسش ان ماريجو منافس قوي ليا، لان في ناس في المسابقه اعلى مننا، مستواها وخبراتها اعلى مننا احنا الاثنين. ياسمين ممكن الناس اللي تكسب هاويه، مش لازم شاف. لا انا بتكلم على الخبره. مش لازم خبره، نرجع للطعم. دي اراء. انا عندي مشكله مع الفريق بتاعي. انا ساعات بعد ما نخش وخلاص هنتفق هنعمل ايه، فجاه الاقي الموضوع بيختلف في اول ربع ساعه. بس هذا عدم احترام للوقت. بالظبط، احنا اتفقنا، فجاه الاقيك دخلت ببص على دوت وببص على الاقيك بتعملي ايه. لا اصل انا الاكله الاولانيه باظت وما عجبتنيش، فحبيت طب ما تقولي لي. طب ما تقول لي. لا بس يصير هدول فريقك يبغى لهم رص. الرز بده وقت لينسلق، ومش عم بنسلق. ما ضل معي وقت ورح اغير الوصفه خلص، رح اسلق معكرونه واقدمها مع الصوص. صرفت بطريقه مش ذكيه، انه ضليت اوهم حالي انه حيزبط. ما بتطلع الا بلاقي الساعه طاير 10 دقائق، ما قدرت امسك اعصابي. هاي سليم. ايه الاخبار؟ سامعاك بتقولي الوقت مش كفايه، شد حيلك. انا تو بدلت الطبخه بتاعي، خاطر كنت روحي مانيش بنخلط، مش نقدم حاجة عادية وإن شاء الله تمشي وكذا. في الطبخ كنت موتر برشا، وأنا عارف من الأول اللي الطبخة متاعي تتطلب أكثر من نص ساعة، حاولت نزرب فيها قد ما نجم وما خلطتش نعملها. أنا بتحسد لما بقولي مرتاحة، النهاردة أنا مش مرتاحة. حسبت إني أنا خلاص قربت أخلص، لقيت الكسكسي ناشف شوية، عملت له شوية صوص وحطيته تاني. بقى في دقيقتين هلا وبدنا نروح ندوق الملاعق. انا بظن انه ماريجو رح تقدم ملعقه كثير كثير طيبه، متكلي عليها يعني. ما عندك غير ماريجو يا حبيبتي. صحيح، ما نحن بنحكي الصحيح وما عندي غيرها لماريجو. ياسمين عم تاخذ شويه وقت تتطور. الدجاج ما فيه من جوا طعم، الكروست مبين انه كروست بس. اليوم مش يومنا، اليوم مش يومنا ابدا، مش يومي انا.
ما توقعت انه خميس يجي من اخر مطبخ ساعدني انه يكون الحصانة تبعته حتفيدني انا. خميس ساعد العدو. اوكي هي بالنسبه لي، بس انا حسيت كمان هي المشترك الاكثر اللي بده مساعده، لانه ثلث ارباع المشتركين كانوا مخلصين. يعني ربنا يعديها على خير. بس انت مين تحس انه ممكن يخرج وممكن يقعد؟ والله انا مش عايز حد يمشي، كفايه اللي مشوا يعني. اتمنى ان اي حد فيهم يطلع ياخد اي نجمه بدل ما احنا قاعدين فاضيين كده، بدل ما يمشوا. ما انا هددتهم قلت لو في ملعقه مره ما عجبتني وكانت من فريقي حيضطرون اني امشي. ليه خميس؟ كعبه كان. ما أنا مني شكيكة يعني، مستنس نعمل شغل دقيق والملعقة تبدأ مزيانة. نرفز على خطر ما هو شغلي يعني. جديد جداً. أنا كنت خايفة عليك شيف. ملعقتي راح تفوز بتحكيم اللجنة. قلت معلقة طارق كانت دون المستوى. يلا خلينا نروح نذوق الملاعق. أكيد أنا يعني يوم خلص أجاني إحساس أنك ما راح أكمل هون. مع هيك طبق مستحيل أكمل. الطعم بهدي. والعمل الطبق ده بيعاقبنا يعني. دي الملعقة فرحت لي قلبي بس مو مرة فرحت لي فمي. فيها طعم غريبة. ليمون. جدا. مقرفة. طعمة الدجاج بتلاقي النفس. هي إيش دي؟ ليه خميس؟ كعبة كان. ما أنا مني شكيكة يعني، مستنس نعمل شغل دقيق والملعقة تبدأ مزيانة. نرفز على خطر ما هو شغلي يعني. جديد جداً. أنا كنت خايفة عليك شيف. ملعقتي راح تفوز بتحكيم اللجنة. ذقت معلقة طارق كانت دون المستوى. يلا خلينا نروح نذوق الملاعق. أكيد أنا يعني يوم خلص أجاني إحساس أنك ما راح أكمل هون. مع هيك طبق مستحيل أكمل. وعملت كبدة وشل البلسمي، عملت بطاطس مهروسة وعملت معها خضار. كبدة وبطاطا بيوريه. بس ما بها شيء. لا ما بها شيء. مو آخر دقيقة. بلا آخر دقيقة بما إنه ما فيها كتير يعني بسيطة. شكلها العام شكله حلو يعني شدنا إحنا كلها. أنا راضية جدا على النكهات اللي موجودة في المعلقة بتاعتي، بس كان نفسي أطلع شكل المعلقة أحسن، بس أنا بطيئة. جزفت برشا على خاطر كنت 20 دقيقة، وقتها عرفت اللي أنا مش مكمل طبختي، وقتها بدلت. عندي سباجيتي وعندي صلصة، حطيتهم مع بعض وسويت جمبري مشوي وعملت جبن. كنت خايف برشا لنسمع تعاليق خايبة على الأكل متاعي. طيبة. حلوة. عجبتني. قعدت مصدوم يعني، منيش فاهم الطبق اللي قدمته انا ولا لا يعني. حسستني ان انا في ايطاليا كده. الجمبري مستوي كويس، اللي عمل المكرونه فاهم يعني تسويه. كنا ممكن ندي ندعتين رحال. عملت سمك وعملت معاه العدس مع جرم مساله، وقدمت معاه صوص الثوم القصبي. حاسس بقلبي ان ممكن المعلقه ما تعجبش، خصوصا الشيف انيسه. متهيألي نيره كانت سامعه دقات قلبي. سمك وعدس. طعمه كتير طيبة. حلو. أنا ما عجبني العدس الأصفر يلي على الطريقة الهندية، شوي سايت يعني، مش مطبوخ معقد مزبوط مع بعض، وبهت يعني الطعم بهت. الكومنت اللي هم قالوه ما حسسنيش إن أنا ولا في مرحلة الخطر ولا في مرحلة إن أنا أخد نجمة ذهبية. أنا متأكدة إن الشيف ما حيحبوا معلقتي، لأنه أنا عملت إشي بآخر 10 دقايق.
معكرونة، كريم، بارميزان تشيز، وصفة لا على البلا على الخاطر. واللي عمل الطبق ده بيعاقبنا يعني؟ طيب لا طيب، معكرونة، بندورة وحبق، شو بدك؟ ما فيها شيء طيب. لا طيبة. اخر دقيقة. أنا ما عجبتني. بعدين طعمة الصوص البندورة مش ما هو طالع. مش طعم. ما في طعم، شوية صاير. والسنوبر مش متحمص. دي الملعقة فرحت لي قلبي بس مو مرة فرحت لي فمي. حلو. إحنا بقى بنتكلم على البق مش على القلب. إحنا مش بنسمع أغنية. مش بقول لك فرحت لي قلبي ما فرحت لي فمي. أنت أصلاً بتدي أشعار في الكلام، أنا عارفك ونغم وبتاع، أنا فاهمك. كنت متوترة لأنه ما بدي عن جد بأي طريقة من الطرق نحسس شوف منا إنه إحنا ما كنا قد الكلمة وقد التحدي. طبخت كيش لوران في عجينة البقلاوة ولحمة. هيدي شكلها صيني بس يمكن لا. مش لقلي. طعمتك غريبة. ملحة شوية؟ ملحة شوية ايه؟ بس انا حبيتها. بس السؤال اللي يطرح نفسه هي ايش دي؟ استغربت انه ما عرفوا انا شو عامل. بتحسيها كأنه في عيد ميلاد اطفال. يا ريت، معمول فيها مجهود كتير بس احنا مش فاهمينها. بسوي مشروم مع حشوة خضار وجبن. يعني بالنسبة لي واحد يقعد يحشي فطر وهالقد صغير مش فكرة آخر دقيقة. نوع طبخي اللي ياخذ وقت ودائما يكون على مزاج، وما أعرف أسوي شيء على السريع وما أعرف أسوي شيء في وقت ضيق، فكان بالنسبة لي جدا صعب إن شلون بطلع وجبة في نص ساعة. تحسيها كأنها تحس طعم الغابة. غابة؟ غابة ولا غابة؟ غابة. غابة. بس حلوة الفكرة إنه آخر دقيقة صراحة جابوها صح. إحنا بنتكلم برضو آخر دقيقة بس يكون طعمه حلو. ولا انا غلطان؟ لا بس مو طعمها بشع. من كلامهم عرفت اني بحصل ريد ستار. قررت اعمل اليوم بني باستا مع صوص جبنه الماعز وجبنه الماسكربوني اللي هي جبنه ايطاليه مع طماطم مجففه وبرش الليمون الحامض، كريمه وجبنه البارميزان. اول صوت سمعته انا قلت خلص اكيد البقوي بدهم يحبوا. هي طعمة غريبة. ليمون جداً. نشحة مش نشحة. أول شيء فيه شيء هاي فيها بزلك وتفلسف مين آخر دقيقة رح يجي ويحشي البنة بالكريمة. أنا حبيت كريمة الليمون جواها. طيب كريمة حلوة. إغراء تحس. بس خلينا نقول إن هو خد فيها مجهود أو خدت فيها مجهود كتير وده مش مطلوب في موضوع آخر دقيقة. مجهود كبير بس ابتكار جميل. عادي مش جميل والله جميل. عملت النهارده شيئين كاساديه، فراخ وميكس خضار، فلفل الوان ومشروم وبصل وكزبره. صوص الطحينه ممكن يعني اتاخر في التقديم فطلع شويه تقيل. هي ولا حلوة ولا وحشة. أنا حسيت كأنه واحدة أم في آخر دقيقة حضرت لولادها ساندويش عشان ياخدوا مع المدرسة. حلو. إيه ساندويش دجاج مع حمص ولا طحينة. خفيف. خفيف حلو. صحي. صحي. حسيت إن هي قريبة جدا من فكرتي، إن هي حاجة بسيطة جدا بتتعمل في 20 دقيقة أو أقل من 20 دقيقة. مش منفذ بطريقة منيحة يعني. حلو إنه على طول عرفنا الموضوع على الحلقة من الملعقة. فهمناه. الطبق اللي انا عملته النهارده كان فراخ بالعسل ومستردة وملح وفلفل وسلق بالليمون والثوم. هيدا منظر شنيع واسود يعني مين يقلي ويخليه. بشع بشع بشع. انا شكيت ان شاف منى وشاف انيسة عرفوا ان دي معلقتي لانه بستخدم نفس طريقه التقديم للمعلقه. قالوا تعليقات وحشه من قبل حتى ما يدوقوا. مو طيبه. مقرفه. ما بيعرف شيء. غلاف الدجاج بقرقش. بس اسود؟ لا مش اسود. دمه اسود؟
لون محرق سن او محروق سن. محروق يعني هما يمكن حاسين ان انا بشكل خطر على الفريق بتاعهم، لانه دايما في تحدي الفرق بعمل حاجات يعني غريبه وجديده. عملت كوسكوس مغربي مع الزعفران، بيتخلط معاه فراخ بالمشمش والزبيب والصنوبر. في ستريس وضغط والواحد بيقعد يفكر في افكار كتيره. انت رايك ايه؟ انا لقيت الكوسكوس كله زعفران، لعالي نفسي. وانت لقيتي ايه؟ انا حبيته. انا حبيته، الكوسكوس معمول لذيذ وكده، الاشياء اللي مضافه للكوسكوس حلوه. وبعدين هيدي صحيه اخر دقيقه، انا لقيتها شكلها حلو جدا عجبني. انا مع صديقتي بسني في موضوع الزعفران كتير. عملت باستا بالطماطم وعملت فراخ كروكيت بالسمسم. طعمة الدجاج بتلاقي النفس، ما فيها طعم، يعني طعم الدجاج قوي لأنه تتبيلة فيها شيء غلط. المعكروني بيهتي، البهارات عندي طلعت زيادة شوية، فديت لها تيست تاني خالص غير اللي أنا كنت عامله. يعني الفراخ متبلة تبيلة طعمية، كزبرة ناشفة على سمسم، حسيت وأنا باكلها بالقرمشة اللي فيها باكل فلافل. ايه بس يعني أنا بالنسبة لي لو كانوا سابوها وعملوا لها صوص الطماطم الصغيرة كان أطيب وكانت وصلت الفكرة أحسن. بس أنا عملت اللي علي. عاملة جمبري وتبلته في ملح وفلفل وبشر ليمون وتوم، وعملت صوص بالمايونيز والكبر والشبت وملح وفلفل وعصرة ليمون. أنا اخترت الطبق ده لأنه مناسب لموضوع الحلقة قوي. ظريف ظريفة. قرمشة الجمبري كتير حلوة. يعني أنا ممكن أوقف كاب برنامج وأرجع البيت أجيب معايا وأكله قدام التلفزيون من جد. طعمها حلو. الصوص ممكن يكون ناقص حاجة. أنا لقيت الغلاف بقرقش طيب، صوص التارتار طيبة، كتير انبسطت خلصتها، بس تهنينا بآخر لقمة. إن شاء الله هاخد نجمة ذهبية النهاردة. أول مرة ما حدش يتوقع مين هياخد نجمة ذهبية ومين هياخد نجمة حمرا. مجون سويا صوص شيف علاء. أنا استغربت. قلت هو كل طبقي ولا يمكن مغلطين، يمكن هاي مو لا هاي شيء، هاي أحد ثاني ما يخصني. أصلاً هي ملعقتها ما انفهمت، لأنه أول شغلة كانوا عم بيحكوا عنها الحشوة ما لها طعم. أصلاً أول تعليق من شيف بيتني كان إن المشروم اللي فيه حشوة مو طبق سريع. بالعكس. لأنه هو أنت بتسوي 50 قطعة ما راح ياخذ منك نص ساعة. وأساساً أنا اللي أخرني قطعت الخضار بيدي، أنا كنت المفروض أحطهم في البروسيسر وأفرمهم فرم سريع وانتهى الموضوع. أنا حسيت اليوم في تحيز. يا جماعة الشيف نفسه بيبقى ليه البصمة أو اللمسة بتاعته في كل طبق. صح. يعني أنا ممكن أكون متعود دايماً بحط مثلاً الصوص من تحت. إحنا لو حطينا نفسنا مكان الحكام إيه؟ وتحطت قدامنا دلوقتي معلقة، إحنا عشان ما بنحطش نفسنا مكانهم، كل واحد فينا هيقول رأيه على فكرة. وهذه بالأخص لك جدا. نحن موضوع الحلقة اليوم شو كان؟ آخر دقيقة. معناه للموضوع أنه أنت بتكون جاي على البيت من بعد نهار شغل، من بعد حفلة، ما عجبك الأكل بهالحفلة، جاي على البيت معك 10 دقائق تسويها. أنا ما شايف حدا بيعمل البرزنتيشن بأكلة بدها تاخد بس 10 دقائق. أنا أن أنا بعمل أكل الآخر دقيقة، أعمل شوية بيض أومليت وأقدمه له وأقدم لأربع حكام كبار، أقدم له بيض أومليت ومش هياخد مني غير دقيقة. انت كنت لاخر لحظه، في اخر لحظه في نص ساعه كنت لسه شغال صح؟ ليه ما اخترتش حاجه تكون سهله؟ نحن بالنتيجه بهون ببرنامج اسمه شو؟ بس طعم. هذا هو الدق، بس مش مفروض يحكموا شيء الا على الدق. كل واحد شايف من وجهه نظره ان بطاطس مهروسه ما تتعملش في اخر دقيقه، شايف ان كفته ما بتتعملش في اخر دقيقه، بس شايف ان حاجه تانية كانت معقده تتعمل في اخر دقيقه. انا شايف، مش عارفه يعني، سوري ياسمين انا مش قصدي حاجه، بس انا شايفه ان الجمبري ما بتعملش في اخر دقيقه. لما اجيب جمبري واقشره وافتح ظهره واعمله باتر فلاي واقليه، ده مش اكل اخر دقيقه. نظفت الجمبري، كنت متخيله ان هياخد مني وقت كتير، بس لا، يعني تقريبا في 3 4 دقائق خلصته على طول. والحاجات المقليه عامه بتبقى سهله، فكان مناسب لموضوع الحلقة قوي. الحكام عجبهم الطعم، بس علقوا على السنوبر انه مش محمص وانه اكلت اخر 10 دقائق. يعني عن جد كنت اخر 10 دقائق عملت الطبق، وشكرا عن جد لانك عملت. لحظة انت كيف بتروح تساعد العدو؟ ما في عدو، ما فيش عدو، احنا فريق منافس. انت معي انا.
روان مغير الطبخه كليا، وانا بهاي المرحله المفروض انه انا اساعد كل الناس. حزنت على روان انها بنت بلدي كمان. يرجى من المشتركين التالي أسماءهم الحضور أمام الحكام. أنت جاي تعمل إيه هنا؟ منورين. إذا كانوا للأسوأ ما هم منورين أبداً. أتكلم معك بعدين في الموضوع ده. يرجى من المشتركين التالي أسماءهم الحضور أمام الحكام. طارق أحمدي. حمرخ. دوير سليم. فاطمة جمال. محمد صابر. عزيز زوين. روان التميمي. كنت متأكدة إنه إحنا الأربعة رح نكون نوقف على المسرح اليوم. ياسمين طايع. ماريجو غرباوي. كنت متأكدة ان انا اسوأ اربعة ومش احسن اربعة، فكنت حاسة انه خلاص يعني مش هيدوني فرصة تانية. خلينا نشوف تمن المشتركين اللي ما بينهم المعالق الافضل والمعالق الاسوأ. انت جاي بتعمل ايه هنا؟ كفايه اللي انا فيه فاضي، احسن ما تكون مليان بكعكه حمراء، وده اللي انا خايف منه. لا لا ما شاء الله، انتبهوا بس تحسدوا لي فريقي. والله صحيح كله هنا ما شاء الله ما شاء الله. وانا كمان قلبكم يعني ولا ايه؟ انا اليوم لما شفت فريقي كامل على المسرح استصبت، كنت ابغى الطم نفسي. لا طب ما بيسالي نفس الموضوع. وانا كمان اثنيناتكم هون تاني مره. انت موجود يا طارق، ما تخوفني. إن شاء الله واحدة منكم تكون الأفضل. منورين. لا إذا كانوا للأسوأ ما هم منورين أبداً. طيب قولي يا ست الكل. خبرونا. أنا أفضل ملعة عندي هي فاطمة جمال. وأنا أفضل ملعقة بالنسبة لي هي أو هو. صوتك مش معبي يا شيخ. قول يا رب. الحمد لله كويس. وأنا شخصياً أفضل معلقة أكلتها النهاردة وخليها على الله. تعال يا تعال 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 تاخد لك نجمتين النهارده. نعبيها اليوم. تعال. مبروك. شكرا حبيبي. شكرا حبيبي. نجمتين اهو. ويا رب تاخد الثالثه. وافضل ملعقه دقتها اليوم هي الملعقة ياسمين. ووو برافو ياسمين. انبسطت انه ما عملتي لي فاهيتا اليوم. كثير 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 انبسطت. تعرفي وملعقة ياسمين خرافية بالنسبة لياسمين. خلينا نشوف المعالق الأفضل اللي احنا كلنا اخترناهم كحكام ذا تيست. فاطمة فسري لي الطبق اللي عملتيه. اخترت المشروم انه يكون البيس، وعملت حشوة من سان دراي توميتو، جرين أوليفز، وسبرينج أونيونز، بارميزان تشيز، وحطيت قطعتهم صغار وحطيت عليه موزاريلا وفانكو عشان يعمل شويه كريسبي في الطعم، وكان في شويه بلسمك في المشروم اول ما خبزته في الفرن.
قول لي يا حبيبي، قول لي انت عملت انا طبق حلو وعملته ازاي؟ انا عملت سباجيتي بالطماطم الصغيره يعني. ماشي. والجمبري مسوي عادي يعني على الشوايه. ماشي. والتويل متاع البارميزان. حلو. اما كان فعلا طبق في 10 دقائق خاطر كنت باش نسوي طبق اخر. الحمد لله. ياسمين بليز قولي لنا شو عملت اليوم؟ عملت الجمبري باتر فراي كده ومعاه صوص التارتار بالكابري والشبت بس وعصره ليمون وملح وفلفل، وهو تبلته ببشر الليمون وتوم وكمون، وعملته في دقيق وبيض وبقسماط مع لوز مطحون. انا بدي اهنيك لانه الغلاف كان كتير كتير طيب، كتير فخوره فيك. طيب ودلوقتي عايزين نشوف اصحاب المعالق الوحشه. اتفضل. انا بالنسبه لي كانت اسوأ ملعقه هي ماريجو. واسوأ ملعقه مشاني كانت ليه؟ ماشي هتكلم معاك بعدين في الموضوع ده. صاحب اسوأ ملعقه عندي وانا كمان اسوأ معلقه انا ذقتها النهارده مع احترامي الشديد هو طيب خلينا نشوف المعالق الوحشه شكلها عامل ازاي او المعالق الاسوأ عامله ازاي. كالعاده وعارفين اللعبه شروطها ايه، ان احنا ندافع عن حقنا او نقول ايه اللي يخلينا نبقى في البرنامج. فممكن تفضلي يا فاطمه دافع عن حقك. بس ايسر قبل ما ابتدي شاف علاء وشاف بتن يقولون لي شنو اللي ما عجبهم في السبون. هو مبدئيا معلقتك هي ما فيهاش طعم. انا بالنسبه لي انا شخصيا يعني ايه مشروم فاضي وجواه خليط مع بلسمك ومش عارف ايه، حسيت ان هو طعمه مش حلو عشان كده انا ما عجبنيش. بالنسبه لي فاطمه ما حدا عنده وقت اخر دقيقه يحشي فطر، والطعم ما كانت موجوده، ما دقت شيء غير فطر. هو الغريب انه ما ذقته يعني، مع انه في بارميزان وبلسمك سان دراي توميتو الجرين اوليفز كان جدا حامض لدرجه اضطريت اخففه، وكان فيها حتى البصل الاخضر. وشغله ثانيه استغربه منها، لان ستافينج مشروم واي ايزير ذن اني انظف ربيان واقليه واسويه باتر فلاي واعمل. بالنسبه لي انا كمهاره ستافينج ذا مشروم از ماتش ايزير، واعملها في 5 دقائق واكلها في البيت على طول. بس الطعم منه موجوده والطعم اللي بتحكم. انا وضحت موضوع الطعم بس الطعم ووضحت موضوع التكنيك ان if it's easy or not. ممكن بعد اذنك تدافع عن وجودك في البرنامج؟ بصراحه انا اليوم شويه محبطه، ما عندي شيء اقوله، ما اعرف. تمام. ماريجو انا يعني شايفه نفسي شخصيه بتعلم، يعني كل مره بطلع في التيم تشالنج بحاجه كويسه قوي، ودايما بيجي في السولو من كتر ما افكاري بتحارب في دماغي ببقى متشتته في الطبق، فانا بكتشف نفسي برضو في نفس الوقت بعمل حاجات انا عمري في حياتي ما عملتها، فدي حاجه انا شايفاها ميزه عن غيري يعني. تمام شكرا. سليم دافع عن وجودك معنا في البرنامج. ان شاء الله المراحل اللي جايين تشوفوا احسن وباش نوريكم احسن ما عندي. طيب حضراتكم ممكن تتفضلوا واحنا هنتشاور مع بعض 4 حكام ونقرر مين اللي هيبقى موجود ومين اللي هيغادرنا من المسابقه. شكرا اتفضل. هو كل اللي طلعوا النهارده ضيوف شرف ولا ايه؟ شرف. يعني انا اكتر حاجه مستغرب لها سليم الحكام الـ4 كلهم قالوا ان عامل حاجه مظبوطه. في اعتقادي الشخصي ان احنا اول ما ابتدينا كنا على مستوى عالي جدا، والمستوى بتاعنا كله بقى منحنى خطر. بالنسبه لمرته الجايه ان شاء الله اظبط. اظبط الله يتنعم. العسل ما بينقلق ولا اي شيء مغلف بالسكر بينقلق، لا السكر بيحسرق اول شيء بالذات. بحس ان انا عامله زي الجبل بطلع وانزل.
يعني شوية فوق في التحدي الجماعي وانزل تحت في التحدي الفردي، ففي احباط يعني. ما اظنش ان ماري جون النهارده اتظلمت بالنجمه الحمراء اللي خدتها، لان لما دقت الطبق ما كانش عاجبني قوي، ولما الحكام دقوه تقريبا كان في اجماع على ان الطبق محروق. انا اقول لكم ان لو طلعت اليوم انا ابدا مو بزعلانه، وانا احس ان انا سويت ريسيبيز تنأكل واشياء حلوه، ولاي سبب من الاسباب انا طلعت اليوم، فانا ام سو هابي اني وصلت هنا. اصلا هيثم يحتاجني في البيت، ويوم العيد يوم اللي ارجع. انا بالنسبه لي الموضوع محسوم تماما، مش هسمح بسليم يمشي، لاني سليم النهارده عنده نجمتين ودي داخل قوانين اللعبه. فمع احترامي ليكم طبعا كزملاء الحكام، انا مش هقدر يعني اتفاوض معاكم والعب معاكم اللعبه الحلوه دي ونتكلم ونكرر على سليم. سليم نطلعه بره اللعبه، سليم واخد نجمتين ذهبيه. انا بصراحه اشوف ماري جو لازم تخرج، سوت ملعقه شنيعه، كلنا ما قدرنا نكملها. والتحدي اللي فات، الحلقه اللي فاتت في تحدي الفردي برضو عملت ملعقه بطاله، كلنا كانت ما هي عجبانه. مع كل احترامي إليك بس والتعلم والفهم والنفس اللي عندك هي بتقالني انه ملعقه فاطمه اطيب من ملعقه ماري جو. هما الاثنين في نفس الميزان صراحه؟ لا اكيد لا. ماري جو طلعت بالمرتبه الثانيه اليوم، وكمان عندها 3 نجوم، ويعني ما بعرف حضرتها فاطمة عندها نجوم؟ لا ما عندها، بس عندها نفس. هيدا نفس؟ اسمحي لي؟ هيدا نفس؟ النفس؟ أول مرة تقف قدامنا فاطمة تتكلم نفس الكلام؟ ثاني مرة. تاني مرة. الصح والمظبوط إن مفيش حد في الدنيا يقف مرتين قدامك ويقول نفس الأعذار. الشيف ولا الطباخ ما المفروض يكون عنده أعذار. بالظبط. فاطمة معلقتها مش لوجيك في الموضوع. أبداً. مش طعم، مفيش تيست. صح كلامك. وإحنا فيزا تيست. رأيك برضو إيه؟ أنا رأيي إنه ماري جو تمشي. أنتوا لازم تقرروا، أما ماري جو أنا لقيت ملعقتها شنيعة كمان. أما فاطمة، القرار لكم. أنتوا الثلاثة موجودين، كل واحد فيكم عنده معلقة مش حلوة حسب رأي الحكام، أكيد لازم واحد يغادر. أنتوا الثلاثة مش أول مرة تقفوا الوقفة دي. تسليم، أنت النهاردة بسطتني، أنا معجب بيك النهاردة إنك خدت نجمتين وعملت طبق الآراء كلها كويسة، ولكن أنا زعلان بالنجمة الحمراء أنت خدتها، لأني عجبت اثنين أو ثلاثة بس ما عجبتش حد. دي حاجة تزعلني، كان نفسي لما تيجي تعمل طبق يعجب الكل، بس أنا يعني حتى قلت لهم طب ممكن يطلع منه حاجات تانية لما يقعد، أنت جاي من تونس وبتاع، شوف كويس. للأسف الشديد أنت تبقى معانا. شكرا. فاطمة وماري جو، أحد حيقعد وأحد حيرجع بيته. ماري جو ملعقتك صراحة ما حد قدر يأكلها ولا يخلصها ولا يبدأ فيها من أساسه. ما حد يقلي ويخلي لونه أسود، ما أحد ولا طباخ في العالم ولا طباخين اللي عمرهم 10 سنين. في التحدي الحلقة الأولى برضو طلعت من أسوأ ملعقة. بثني مرة حاولت تقنعنا فيكي، وطبعاً كلنا نبغاك لأنك أنت دائماً بتفوز بفريق بثني وبتجيب أفكار حلوة. فاطمة مرتين حلقتين ورا بعض تطلع أسوأ ملعقة، بس الحمد لله مو أنا اليوم نقيتك أسوأ ملعقة. حاولت أدافع عنك، بس أنا بصراحة خليتهم هم أكثر يدافعوا أكثر، عشان أنا زي ما قلت لكم كنت أبغى أمشي صاحب أسوأ ملعقة، بس ماني قادرة أمشيكي ولا أبغى أمشيكي. فاطمة أنا عند كلمتي، وأسوأ ملعقة هي اللي حتخرج أنا آسفة. مبروك ماري جو، أنت حتفضلي معانا. ماري جو المفروض تطلع من شام حلقة طافت. ماري جو تساوي دياي ني وتساوي دياي محروق، فعلى أي أساس هي قاعدة تبقى؟ هذه بداية المشوار، إن شاء الله مستقبل كويس قوي. حب أتمنى لك كل التوفيق، وعن جد آسفة إنه بدك تفل الليلة. صراحة مرة حزنتني، قطعت لي قلبي. يعني صح
صح ملعقتها ما كانت لذيذة، بس مكانها في مطبخي حيكون فاضي بصراحة. يلا إن شاء الله مستقبلها يكون موجود. وهي تزعلتنا يعني أنا زعلت شخصيا. أنا كمان أنا ما بحب أشوف حدا عم يبكي وزعلت، حسيت عليها. حاجة في البرنامج ده أكتر حاجة بتزعلني أنا شخصيا بالبرنامج ده، أي حد بيغادر المسابقة أو بيمشي بزعل، بحس إن إحنا بس هو ما بيدي حيلة. ماريجو عمل شيء مقرف وبعدها بالبروجرام هذا المستغرب. يلا good luck everybody. حيأثر طبعا خروجها من فريقي وححس انه مكانها فاضي. صفتنا كانت اضافه كثير رائعه لنا، يعني من ناحيه دعم شخصي من ناحيه افكار. انا بعتبر فقدت شخص هو مثل اختي. خروج فاطمه هنحاول ان احنا نستغله لصالحنا بالاصرار ان احنا نفضل احسن فريق. يلا خلينا نشوف بالحلقه الجايه شو ناطرنا. خلينا احنا ونصيبنا. ما ربحنا بالتحدي الفردي بس ما خسرنا حدا. بعدنا كاملين، كل الحكام والفرق عم تتنافس مع بعض، ورح يكون في خسران ورح يكون في ربحان. المستوى كل يوم بيطلع وده شيء عظيم. تحدي اليوم كان بالنسبة لي حماسي وغير اعتيادي. هذا البرنامج